بجامعة مستغانم عبد الحميد بن باديس انطلقت التسجيلات النهائية للطلبة الجدد بالكليات الثلاثة إناس، إيطاء و1500 سرير. لإنجاح عملية التسجيلات وفرت جامعة مستغانم كل الظروف المادية والبشرية. أنا مع تسجيلات البكالوريا الجدد التي بدأت من البارحة من 5 سبتمبر 2020 إلى غاية من 8 سبتمبر 2020 بكلية العلوم الدقة والعلوم بمصر. هنايا عندنا 3 كليات متواجدة، عندنا كلية الحقوق والعلوم السياسية ومع كلية العلوم الدقيقة والعلوم الآلي ومعهد التربية البدنية والرياضية. هنايا التسجيلات كما راكم تشوفوا يعني تفوت في ظروف حسنة، موفرين جميع الإمكانيات يعني للكلية الثلاثة، يعني من إمكانيات مادية كذلك الإمكانيات البشرية متوفرة. هنا عندنا التسجيلات على الطالب من يدخل يخلص حقوق التسجيل اذا ما كانش متسددها، من بعد يجيب الملف تاعه يفوت على الموظفين المكلفين يختار الكليه اللي راه موجهين عليها ويدفع الملف تاعو. من بعد كي يدفع الملف تاعو احنا نتوجهوا الى الجهه الثانيه الخاصه بتاكيد الملفات، ياكدوا الملفات اذا كان فيه مثلا التسجيلين، يعني مثلا الطالب مسجل في تخصص اخر عن الماضي يعني عليه ان يلغي احد التسجيلات. بعدها كي اكدوا التسجيلات يعني يمدوا لهم شهاده التسجيل يعني الخاصه به.